إغناء مبادرة وطنية خيرية من مشاريع جمعية بلد الخير تسعى للقضاء على الفقر في دولة الكويت. منصة إلكترونية متكاملة لعرض الحالات الإنسانية. تصميم بسيط، طرق عرض بسيطة ومتميزة. توافقية مع كل الأجهزة الذكية واللوحية. نظام إحصائيات متكاملة للحالات الإنسانية والتقارير المرتبطة بها. تمكين الحالات الإنسانية من تقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني بسهولة ويسر أو عبر طلب موعد مع الموظف المختص في مقر المشروع لملء الطلبات. ملف متكامل لكل حالة في النظام تشمل بياناته الأساسية واستمارة التكوين الأسري واستمارة المصاريف واستمارة الدخل واستمارة الحالات الصحية بالإضافة إلى استمارة المواهب. ملف التبرع المالي للحالة والذي يوضح مقدار الاحتياج السنوي ومقدار التبرعات الواردة والمبلغ المتبقي بطريقة سلسة وبسيطة وواضحة للمستخدم. شفافية تامة وتمكين الحالات من الاطلاع على ملفها في النظام والتبرعات الواردة لها. إمكانية الدفع والتبرع عبر الكينت بسهولة وأمان. إمكانية التبرع السريع بخطوة واحدة. تقييم الحالات بأسس علمية مدروسة بشكل كامل. إمكانية البحث في الحالات الإنسانية بمئات الخيارات للوصول إلى الحالات التي تناسب المتبرع ورغبته بالتبرع لجهات وحالات معينة، مع التأكد على حفظ الخصوصية وحجب أي معلومة خاصة في ملف الحالة كالاسم أو الرقم أو الهاتف أو عنوان السكن. بوابة استعلام للجهات الخيرية من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به عن الحالات الإنسانية في النظام باستخدام الاسم أو الرقم المدني أو كلاهما مع عدم إعطاء أي بيانات خاصة في نتائج الاستعلام. دليل العطاء، دليل العمل الخيري في الكويت والخليج، دليل يجمع جهات العمل الخيري في مكان واحد، كما يجمع أخبار العمل الخيري والقوانين الناظمة له في دولة الكويت، ويظهر الأنشطة والفعاليات المرتبطة بجهات العمل الخيري، ويشكل قاعدة مشتركة بين جهات العمل الخيري في الكويت والكثير من الفوائد في مكان واحد. بنك الوظائف، يوفر بنك الوظائف للسادة أصحاب الشركات والمؤسسات إمكانية البحث عن الكفاءات الموجودة في الحالات الإنسانية لمشروع إغناء والقادر على العمل، كما يوفر إمكانية التواصل معهم وتوظيفهم لما في توظيفهم من أهمية كبيرة وفائدة تنعكس على تحسين وضعهم الاقتصادي وإغنائهم عن الحاجة والسؤال. كما يوفر بنك الوظائف للكفاءات المرتبطة بالحالات الإنسانية إمكانية التقدم على الوظائف التي يعلن عنها السادة أصحاب الشركات في البنك والبحث عن الوظائف المناسبة لهم. إحصائيات متكاملة عن الفقر في الكويت، لوحة شرف للسادة المتبرعين الأكثر تبرعاً وقيمة تبرعاتهم وآخر تبرع لهم، حيث لا ينشر أي اسم في لوحة الشرف إلا بعد الموافقة من المتبرع. سيرفرات آمنة عالية الكفاءة، أنظمة حماية عالمية، احترام كامل لخصوصية الحالات ومراعاة سرية المعلومات الخاصة، فريق إداري متكامل لإدارة المشروع ومتابعة السادة المتبرعين والحالات الإنسانية. إغناء، نمد يد المساعدة للمحتاجين.